ولمزيد من الضوء على هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة عبر سكايب البروفيسور سعيد عفيفة، عضو اللجنة العلمية والتقنية للقاح المضاد لكوفيد 19. أهلا بروفيسور. إذا بداية، الأشخاص ابتداء من سن 18 معنيون الآن بعملية التلقيح، يعني ما هي أهمية إضافة هذه الفئة، ما هي الإضافة على سير عملية التمنيع خاصة أننا على أبواب الدخول الجامعي؟ كما شرت لي فهذا مهم ومهم جدا. لحقاش نعرفه مع الأسف بأنه هذا المتحور دلتا فهو تيقيس الشباب، والأكثرية فيهم تتكون عندهم ما عندهمش أعراض، ولكن فشي عادي، والناس اللي كبار وما ملقحينش ولا عندهم أمراض مزمنة وخصوصا السكري، فهذا تعرض هاد الأشخاص الإنعاش ولا قدر الله حتى الوفاة. إذا فهاد العملية ديال التمنيع ديال الفئة ديال الطلبة غتجعل أنه نزيد من المناعة الجماعية، وكذلك من أجل دخول جامعي آمن. وهنا تنشيد جميع الأطر التعليمية، باسكو الحمد لله السنة الدراسية دازت مزيان بدون بؤر لا في الثانويات ولا في الجامعات، ولهذا فهذا التمنيع ديال هذه الفئة فهو مهم ومهم جدا لمناعة جماعية وللحد من انتشار الفيروس. نعم بروفيسور. إذا كذلك استعدادا للدخول المدرسي، أيضا هناك حديث عن أن التلقيح سيشمل فئات سنية أصغر، وذلك ربما ابتداء من 23 من غشت. يعني اللجنة العلمية اجتمعت مؤخرا من أجل البث في هذه النقطة، ما هي الترتيبات المقررة لتحقيق ذلك، وهل اللقاح آمن بالنسبة لهذه الفئة السنية الصغيرة؟ اجتمعت اللجنة العلمية والتقنية للقاح ضد كوفيد بمديرية السكان 12 غشت تحت الرئاسة ديال البروفيسور مولاي الطاهر العلوي، وعطات توصيات التلقيح ديال هذه الفئة العمرية. خصنا نعرفوا بأنه دول سبقاتنا ولقحات الملايين اللي بحال أمريكا ولا فرنسا، هذا اللقاح اللي غيتستعمل عندنا بالنسبة لهذه الفئة العمرية اللي هو أولا لقاح فايزر، ريت ما نوصلوا بالنتائج ديال التجارب بالنسبة للسينوفارم، وهذا اللقاح بين النجاعة ديالو على الأمن ديالو. وحنا تنعرفوا بأنه الأطفال فهم عندنا واحد البرنامج ديال التلقيح في المغرب اللي هو برنامج مهم، والحمد لله اللي كان التلقيح اللي جعل اننا ما نبقاوش نشوفوا مثلا الشلل من 1987. اذا فهاد الفئه العمريه تلقح، علاش؟ باسكو مع الاسف ايضا دابا كاين بعض الاطفال اللي عندهم السن ديال 12 سنه واللي هما في الانعاش، اذا هذا تيشكل خطر عليهم انهم ما يكونوش ملقحين، ولهذا تندعو الاباء باش يلقحوا وليداتهم من السن 12 حتى 17 سنه من اجل دخول مدرسي امن. ومع الحاله الوبائيه نتمنوا انها غادي تستقر ومن بعد تنخفض، وكذلك نوصلوا ذلك لواحد المجموع مهم من الناس الملقحين باش يكون عندنا واحد الدراسه حضوريه لما لها من منافع بالنسبه للدراري ولا البسيكولوجيه ديالهم ولا المحيط ديالهم المدرسي. نعم. إذا البروفيسور، يعني الجدل عبر العالم يتواصل حول إعطاء جرعة ثالثة معززة، هل هذا وارد قريبا بالنسبة لنا أيضا، يعني بالنسبة لفئات الهشة لكن كذلك الأطر الصحية؟ هذا وارد بالنسبة للناس المسنين، بالنسبة للناس اللي عندهم مناعة ضعيفة، وكذلك خصنا نعرفوا بأنه الأطر الصحية الحمد لله منذ اللقاح ما بقيناش نشوفوا الحالات الخطيرة. لحقاش اللقاح نعاودوا ناكدوا عليه فهو تيحمي فوق 90% من الحالات الخطيره، ولكن فاش يتقاسوا الاطر الصحيه وتنعرفوا القله ديالهم فهذا تيجعل انه ما كاينش ما تيتمش التعويض ديالهم، وهذا تيأثر على السير العادي ديال الاستشفاء ديال المرضى. فاذا لابد ما نحميو ايضا الاطر الصحيه.
وهذه الفئة. نعم، إذا عملية التلقيح بصفة عامة يعني قطعت أشواطا كبيرة، إلى أين وصلنا الآن؟ الحمد لله، حنا دابا العملية ديال التلقيح غادية في ظروف جيدة، وكما شاروا لي في الروبورتاج فهي فين ما كنتي تلقح، وكاين الفضاءات ديال التلقيح اللي تبقاو حتى ل 8 ديال الليل، وكذلك 7 ايام على 7 ايام. وهنا حنا فخورين بالاشاده ديال صاحب الجلاله بالنسبه للاطر الصحيه، لا القطاع الخاص لا القطاع العام لا القطاع العسكري. حنا دابا فتنا 50% من الفئه المستهدفه بجرعه واحده، وتقريبا 40% بالنسبه لجوج جرعات، وهذا تيعطينا الفرج وتيعطينا التفاؤل. ولكن من الضروري اننا نحترم التدابير الاحترازيه باش ما تزيدش هاد الارتفاعات، وخصوصا في الانعاش، لحقاش الاسره ديال الانعاش اصبحت نادره. اذا فهذه مسؤوليه فرديه ديالنا خصنا نتحملوها، ونسرعوا ايضا نطلبوا من جميع المواطنات والمواطنين انهم يسرعوا بالتلقيح باش نوصلوا في اقرب وقت لهذيك المناعه الجماعيه. نعم دكتور بروفيسور، هل ترى أننا بدأنا نطبع مع مئات الوفيات وكذلك الحالات الحرجة يوميا؟ ما يمكنش نطبعوا مع الوفيات، فكل وفاة ديال أي مغربي ولا مغربية فهي خسارة بالنسبة لنا، وعديد من الناس فقدوا الأقارب ديالهم. ولهذا تنعود نأكدوا، لحقاش تنشوفوا مازال تنشوفوا الحالة ديال التراخي، تنشوفوا عدم وضع الكمامة، عدم التباعد، الناس يتعنقوا. فهذا هذا السلوك هذا ما يمكنش يكون مع هذا الفيروس، والفيروس راه كاين، وخصنا نحترموا التدابير الاحترازيه باش ما تزيدش تفاقم، وباش ما يوقعش واحد الضغط كبير على مصالح المنظومه الصحيه الصحية. ديالنا، ونعرفوا بانه نفس الاطر منذ مارس 2020 وما واقفه. اذا فمسؤوليتنا اننا نحترموا التدابير الاحترازيه. تحية لهم جميعا دكتور بروفيسور سعيد عفيف، ولك أيضا عضو اللجنة العلمية والتقنية للقاح المضاد لكوفيد 19، شكرا على كل هذه المعطيات، وإلى فرصة مقبلة.